السلام عليكم ورحمة الله أصلى الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم معنا في موعد متجدد من استوديو ليرموك نرحب بكم مشاهدينا في هذا المساء تطورات كبيرة يعني كانت خلال الساعات الماضية خاصة على مستوى القرارات الرسمية الحكومية وعلى رأسها حظر شامل يومي الجمعة والسبت ومش بس هذا الأسبوع يعني وسيستمر ذلك خلال الأسابيع القادمة إلى أشعار آخر المدارس تعليم الكتروني كله عن بعد ايضا الى اشعار اخر بدون ما نحدد لا اسبوع ولا اسبوعين يعني واضح انه موضوع المنحنى الوبائي اللي ارتفع بشكل كبير يعني خلال الايام الماضيه ويواصل الارتفاعات وطلعنا من خانه الالف وشوي يعني يعني بطلنا من يعني ثلاث ارقام صرنا دخلنا الاربع ارقام وقريب ال 2000 وبالتالي يعني الحكومه اتخذت القرار ان السبب في كل هذا الانتشار والارتفاع في المنحنى الوبائي هو عدم وعي المواطنين وعدم التزامهم وعدم كذا وبالتالي علينا ان نضغط من جديد على المواطنين وان نجري الحظر الشامل عليهم اللي بيقول انه المواطن ملتزم 100% بيكون غلطان ما في 100% لكن انا ملاحظ وانا بتجول يعني يعني من الصبح للمساء وشايف انه في نسبة التزام لا بأس بها في مختلف المناطق، يعني وتم الضبط يعني موضوع المؤسسات واي شيء داخل اي شيء تحته او فوقه سقف، اي شيء يعني تحت السقف بده يلبس بنسبة 100% ارتداء الكمامة في تباعد، السلام خف بنسبة كبيرة، يعني اللي بده يحكي برضه انه المجتمع ما تغير وما تفاعل برضه في تجني، انا سمعت يمكن وزير الصحة بيحكي نسبة الالتزام 25%. أنا أعتقد أنها أكثر من ذلك بكثير وأكثر من 50%، إذا الالتزام هو كمامة وتباعد وعدم يعني هذه الأمور البسيطة اللي أنتم بتحكوا عنها وهي اللي تقينا من الفيروس، لا نسبة الالتزام أكثر من 50% وأنا يعني أنا بحكي عن مختلف المناطق ونسبة ترتفع في الدوائر على مستوى أي شيء يعني دوائر رسمية حقيقة الواحد بشوف أنه أولاً يعني ميزان حرارة وبعدين اجباري الكمامه، الهايجين او المعقمات يعني موجودين في كل مكان. في موضوع التباعد اذا في شيء بيحتاج طابور حاطين الدوائر وكيف يتباعدوا الناس. وفي التزام زائد تطبيق امان لازم يكون منزل عشان تقدر تدخل للمحكمه للدائره للكذا. يعني انا شايف انه في في نسبه التزام كبيره وبالتالي فقط فقط تحميل المواطن المسؤولية وموضوع وعي المواطنين ما بدي أحكي أنه الوعي بيرفكت مية بالمية لا ولا الشعب الفرنسي وعيه مية بالمية ولا الشعب حتى السويسري السويسري اللي رايقين وهادين وما عندهم لا حروب ولا مشاكل ولا كوارث ولا لاجئين ولا قضية فلسطينية ولا يهود ولا احتلال ولا كل هذه الفوضى اللي في منطقتنا ولا عندهم اليوم موضوع يعني موضوع يذكر جنيف في سويسرا قررت اعلى معدل الحد الأدنى للاجور في العالم اللي هي الساعه ب 25 دولار تقريبا هذا الحد الادنى اقل شيء الحد الادنى 25 دولار وشوفوا هاي رفاهيه وبرضه الشعب مش واعي 100% ما ما في وعي يعني هذا الوعي نسبه الوعي 100% مش موجود دام بشر خلص في في ناس تلتزم وناس ما بتلتزم الان صح النسب بتتفاوت بس الشعب الاردني مش من يعني خاصه الفتره الحاليه في موضوع الكورونا في في, في تفاعل يعني وفي تحسن ملحوظ بذلك الان في ناس مش مقتنعين بالكورونا آه في وفي ناس مش ملتزمين لانه اه بس شو السبب برضه ما بدي فقط انه آه آه يعني التهمه على المواطن وعلى وعيه وعلى كذا لانه فاقد الثقه بالحكومه لانه قرارات اخرى للحكومه بتخلي الواحد غصبت عنه يصدق اي اشاعة حتى لو قالوا لنا انه الكتات اللي بيقيسوا فيها او بفحصوا فيها الكورونا هي نفسها فيها كورونا اشاعة كثير كبيرة بس الناس تضطر تصدق لانه يعني بطل اشي غريب يعني هي غريبة طب ما في سلافة ثانية صحيحة وصارت و100% ولا تقل عن حجم هاي ف يعني البعض اللي بيستغرب ليش الناس بتصدق اشاعة ما انتم السبب الحكومة السبب والقرارات والتخبط واقول لكم المثال الاشهر وهذا المثال يعني لو اخذناه وقسناه على كل شيء بصدق ايش مكان اكبر مؤامره نظريات المؤامره اللي بيعترض على نظريات انا يعني مش مقتنع فيها كلها بس برضو بقول دائما انه اكبر مؤامره انك ما تعترف انه في مؤامره في مؤامره لكن مش كل شيء مش هذا موضوعي موضوعي انه اللي بده يصدق اكبر مؤامره وبدك تلومه صح انه لا شو هالكلام طيب اللي سمع امجد العضايري وزير شؤون الاعلام وهو يقول وغرد على صفحته على التويتر بالتغريده المعروفه والمشهوره انه الكلام اللي بنحكى عنا احنا الحكومه المحترمين المساكين الصادقين النزيهين الشفافين انه احنا آه رح نخلي المدارس الخاصه خاصه يعني وبشكل عام المدارس تداوم اول اسبوعين عشان الناس واولياء الامور يدفعوا الرسوم وبعدين رح نعطل هذا كله محض افتراء وكذب وادعاءات مغرضة علينا نحن كحكومة نزيهة شفافة كذا 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 صادق ولا شو اللي صار بعدين كل الناس كانت تحكي في هذا الموضوع كل الناس قبل بدء العام الدراسي قبل واحد تسعة كان الحكي انه راح يداومونا اول اسبوعين وبعدين يعطلوا وهذول الاسبوعين هدفهم الناس تدفع المصاري وتسلم، انا مش موضوع ضد المدارس الخاصة او انه طبعا هو بدون مصاري، هذا قطاع كامل والمدارس مش بس اصحاب مدارس وطلاب واولياء امور، ما هو القطاع مرتبط فيه مليون شغلة أخرى بحلقات متشابكة، المقصف نحاله مواد غذائية كذا، الأواعي المدرسية، القرطاسية، كل كله هذا مرتبط، نفس الشيء المطاعم، المطاعم مش بس زبون وصاحب مطعم، ما هو في موظفين وفي عمال، وفي اللي بيبيعوا المواد وفي غير اللي بورد للمطعم المواد الاوليه وهذا قطاع لحاله بحد ذاته كل شيء قطاع المنظفات لانه المطعم بده منظفات الغاز لانه كله يعني يعني هي شبكه من موضوع المدارس قالوا اسبوعين كله حكي فاضي اللي صار انه داوموا فعلا هيك هذا اللي صار حرفيا اسبوعين وعطلوا اه هسه الان ممكن يجي الاستاذ امجد العضايله معالي امجد العضايله الموضوع مش شخصي بس نحكي احنا عن وزير يمثل الحكومه ويتحدث في شؤونها يقول والله احنا شو عرفنا انه هيك بده يصير وما توقعت انا حكيت انه ما بعرف ايش بده يصير واللي صار انه الكورونا انتشر اوه شو هالمفاجاه الكورونا انتشر يعني شيء غريب يعني انه ما كانش متوقع شو هالحكومه اللي مش قادره تتوقع هذا التوقع يعني البسيط جدا جدا وبالتالي يعني كان من ضمن الخيارات الرئيسيه والاساسيه انه بعد دوام المدارس بسبب المدارس او مش بسبب المدارس لكن بسبب مرور الوقت لانه احنا اللي عملناه في البدايه انه احنا اجلنا انتشار الكورونا وليس لغينا انتشار الكورونا وبالتالي كان متوقع جدا والناس ليش كانت تحكي هيك انه اسبوعين لانه راح ينتشر الكورونا بعد بدء دوام المدارس وبالتالي راح ترجع تغلق وانتهى الموضوع انا مش بصدد الان الحديث عن موضوع التعليم عن بعد ومضاره وهو البعد عن التعليم ولا غيره لكن بصدد موضوع الثقه انه الوزير حكى بملء الفم انه هذا الكلام مش صحيح وهذا اللي صار طب بعديها ليش ما اصدق اي اشاعه وليش اصدق الحكومه باي تصريح بعد هذا الموقف هل بالامكان افضل من مكان هذا سؤال رح نطرحه خلال سياق الحلقه على مختصين وعلى خبراء وانا اجزم انه نعم بالامكان افضل من مكان موضوع صار حتمي على العالم اجمع على الانسانيه جمعاء انه في تعايش مع هذا الوباء ما بتقدر غير انه يكون في تعايش. وبالتالي صار في عندنا تفشي مجتمعي، الحل ليس موضوع انه ترجع تحجر المجتمع من جديد، وانما يتعايش المجتمع من جديد. بالبدايه كان في حزم بتطبيق القانون على الجميع، وكان في التزام كبير، طيب انا بدي اسال هلأ يعني تطبيق القانون بطلنا نسمع عن العقوبات الغليظه على اللي ما بيلتزموا، مش السبب انتم بتحكوا الحكومه يعني مش بتحكي انه السبب هو عدم التزام المواطنين طب كم العقوبات لو في عقوبات رادعة الناس بتخاف لو مش مقتنعة بالكورونا بتصير بندافع انه يعني يعني زي واحد مش مقتنع انه هذا الطريق لازم امشي عليه سرعة 60 طريق بيسمح لي امشي 80 و100 اذا في كاميرا بهدي قد قبل الكاميرا عشان ما اتخالف بس بعدين برجع بمشي على الطريق الطبيعي لانه في قانون راح يردعني وبالتالي راح الكاميرا تصورني تعطيني الفلاشة واخر السنة على الترخيص بدي ادفع لي 20 30 ليره انا اولادي اولى فيهم هذا لسان حال اي مواطن مش هيك نهدئ على الكاميرا وبعدين بنرجع على سرعتنا الطبيعيه طب وين التطبيق القانون هل في تطبيق قانون اذا في قانون وفي رضع وفي مخالفات على اللي ما بيلبس كم اذا المشكله اللي كلها متعلقه بالكمامه طب كم واحد تخالف مش اني انا بدي اشجع المخالفات بس انا بدي اقول انه ما في تطبيق كان القانون وبالتالي انت بقراراتك الشمولية بتعاقب الكل عشان انت بتحكي انه البعض مش ملتزم طب البعض هذا وينه يعني ما قدرت تضبطه ما قدرت تحدده وليش ما خلفته وليش ما ضبطته وليش ما خليته هو يتحمل المسؤولية مش كل المجتمع يتحمل المسؤولية يعني تحميل كل المجتمع عموم الناس بالمسؤولية ودون ان تحدد جهة معينة وخاصة الجهات الرسمية وبدناش نرجع نزيد ونعيد صارت مملة قصة الحدود ونرجع نحكي عنها بس الفكرة انه الحدود كان سبب رئيسي اللي احنا بنعيشه الان واللي عشناه خلال الايام الماضية خلص اللي صار صار بدناش نحكي بتفاصيله ماشي بس مين اللي تحاسب؟ ولا حدا تحاسب لو في محاسبة كانت كان بنحكي والله الحكومة حازمة جادة وبالتالي انا بدي اوقف مع الحكومة لانه عم بتحاسب المقصرين والمسؤولين هسا احنا كنا عايشين في وهم في البداية وانا اعترف به انه ظننا ان الاداره الحكوميه يعني كثير ناجحه وبارعه وشفنا الاعداد عندنا صفر ولا شيء ويصير عندنا خمس ست حالات والعالم الاف الحالات قلنا والله اوف شو هالحكومه الفخمه اللي جنبتنا كل هالويلات لكن تبين ان الحكومه فعليا يعني في حين ما كنا بدنا نصغر من حجم الانجاز وكنا نحكي عن الانموذج الاردني والنجاح الاردني الباهر كذا كذا لكن هم شو عملوا؟ هم عملوا حظر شامل، شو يعني حظر شامل؟ يعني نزل جيش انشر الامن، خلي كل واحد قاعد ببيته. طيب يعني فعليا وين الانجاز؟ وعشان هيك انا قلت اكثر من مره في اوقات سابقه لما بلش العالم يفتح ما حدا صنفنا انه احنا دوله خضراء واحنا على الرغم انه احنا كنا صفر والعالم بالالاف وكذا وهم مصنفين خضراء واحنا لا، لانه كنا يعني الحكومه ضحكت علينا في المعايير، القوه لدى الحكومه ولدى القطاع الصحي انك انت تفتح وتعيش حياتك وتضبط المرض. لكن احنا اغلقنا كل شيء وضبطنا المرض في البدايه صحيح لكن تبين علميا وانا انا بالنسبه لي وبالنسبه لاي واحد فيكم هيك بمختلف تخصصاته إن كان استاذ إن كان محامي إن كان قاضي إن كان انا صار كل شيء عندي بهذا القطاع على كل ال... ان كان مهندس مش وظيفته انه يفكر كثير في موضوع الوباء والانتشار والتفشي والتع... لكن انت حكومه بتسال الخبراء عندكم وزاره الصحه وعندنا وزير حبيب الملايين بدك تعرف انه اللي كان مو... موضوع الحظر الشامل هو عبارة عن تأجيل للتوف... لتفشي الوباء وليس يعني إلغاء له والتجربة هذه خير دليل إنه إحنا فقط أجلنا وهي نسونا نعيش الآن العالم كله بتشافى وبتعافى وبلش وعاي... يعيد لحياته وإحنا صح في ناس بيعانوا لسه بس بنقول يعني بشكل عام خلاص صار في تعايش واحنا الان بدنا ندخل هذه المرحله ومش عارفين ندخلها وهي الحكومه بترجع بتقول انه حضر شامل، أنا مش إنه بحكي إنه الكورونا مش خطير ومش مهم ومش لازم ندير بالنا، لا، بس أنا بقول إنه قرارات الحكومة مش هي الأنسب والأفضل، وأنا مرجعيتي خبراء و... وعلماء في في هذا الإطار، واليوم رح نستضيف بعض الخبراء واستمعت لخبراء آخرين مش عاجبهم هذه القرارات، وفي أخطاء متكررة، يعني أنا بدي أحكي لكم، أنا هسه يعني هل هي يعني هذا اللي اتخذ القرار، مش عارف شو بده يصير يوم الخميس؟ يعني انا مش راح الوم الناس ولا ممكن اني الوم الناس بدي الوم على صاحب القرار على المشهد اللي انا الان بحكي لكم اللي رح يصير يوم الخميس واللي رح يتصور وينتشر على الفيسبوك وشوفوا الطوابير والمخابز والمواد الغذائيه والخضره والناس اللي فوق بعض بالاسواق وبكل مكان عشان تاخذ مونه يومين هذا يوم الخميس لحاله يعني لو ظلت الحياه طبيعيه والجمعه والسبت فت... اهون من اللي راح يصير يوم الخميس طيب هسا صانع القرار مش عارف شو بده يصير يوم الخميس راح يتفاجئ راح يحكي المواطن مش واعي انت بدك تعمل قراراتك بناء على وعي المواطن اللي انا بدي اعتبر بدي امشي معك كحكومه وكصاحب قرار انه احنا مش واعيين احنا مش واعيين انت بدك تحط لي قرارات بناء على مستوى وعي فانت تقول لي انا بدي اسكر عليك 48 ساعه اه الناس خلاص متعوده انها بدها تتمون خلال ها ها يوم الخميس ب... بشكل مضاعف وبدها توقف وعنده استعداد يوقف على الدور وعلى الطابور لانه عنده اولاد وعنده عيله وبده يعيشهم هسا وين ايش كان في بالبيت ما بقى مش موظيفتي ادخل بهذه التفاصيل وليش الناس ما تتمول من قبل وليش خلص هيك طبيعه مجتمعنا اللي عرفناها بنعرفها من... لازم تعرفها من اول وتاكدت منها خلال الكورونا وكل هاي الفتره الطويله هسا اللي راح يصير يوم الخميس راح يخرب كل نتيجه انه احنا بدنا نعمل تباعد وبدناش وهدف هدف اغلاق الجمعه والسبت انه كسر حلقه التفشي وكذا مع انه الراي واضح بانه اذا بدك تعمل حظر شامل وعزم المحافظه قالها خبير الفيروسات في الاردن واللي استقال من لجنه الاوبئه لاسباب معروفه حكينا عنها اذا بدك تعمل حظر شامل بدك تعمل اسبوعين اسبوعين بتاخذ نتيجه على المستوى الوبائي طبعا اغلق البلد اسبوعين وخلص اقضي على البلد اقتصاديا واعلن افلاس اعلان الافلاس لمئات الالاف فاذا النتيجة ما رح نقدر نستحملها، إذا في إغلاق بدك تعمل إغلاق عشان الفيروس صحيح في إغلاق وفي ثبت علمياً إنه اه بتقدر، لكن أقل من أسبوعين على الفاضي لأنه بدك تاخذ نتيجة بدك تغلق أسبوعين، بتقدر تغلق أسبوعين؟ انتحار. فأنت يعني إمكانية التعايش مع الكورونا أهون بكثير مع أضرارها، مع أضرارها الموجودة والملموسة على مستوى الوفيات والإصابات. ولكنها اقل بكثير من الانتحار الاقتصادي في اغلاق اسبوعين، اغلاق يومين ما له اي اهميه ولا له اي فائده سوى انه بكره حتى من بكره الاربعاء والخميس والله اعلم الليله اذا في طوابير على المخابز ما يعني اللي اللي راح نستفيده راح يضيع خلال هاليومين ثلاث، بدنا نستفيد من يومين انه حظر شامل بس في يومين ناس فوق بعض راح تصير. طيب يعني شو الحل؟ شو الحل؟ يعني هي بس فكره انه انتقال لا انا بدي احكي لكم الحل، حل موجود وبسيط بسيط جدا، هسا الحل الشامل بديش احكي فيه، بدي احكي عن الحل الجزئي السريع، الحل الشامل موضوع كبير، اصلاح سياسي وكذا، قصة كبيرة. بس بدي حل الجزئي، على الحظر الشامل والحظر الجزئي، أنا بدي الحل الجزئي، هسا استعادة الثقة بالحكومة من جديد يعني بدها شغل كبير ويكون في مجموعة من الاصلاحات وكذا كذا, كذا. لكن يعني الشغلة البسيطة هو مصطلح واحد التشاركية. بس انك تدخل المعنيين الان المفروض انه يكون في برلمان ومجلس نواب وممثلين عن الشعب وهم اللي يتخذوا القرارات لكن مجلس النواب اصلا قبل ما يتم حله يعني كل الفتره الماضيه ما كان له اي دور للاسف الشديد وتم تغييبه حكوميا وظرف معين اللي يتعلق برئيس المجلس وكذا يعني اضعف البرلمان بزياده حتى انه لم يطلب ان ينعقد وصار بده يستاذن من الحكومه انه ينعقد يعني مع انه انا بشوف انه لازم البرلمان يكون منعقد دائما زيه زي وزي الحكومه ما دام الحكومه منعقده دائما البرلمان منعقد دائما اذا بيقول انه البرلمان هدفه مراقبه الحكومه الحكومه ما دام انها شغاله كل يوم البرلمان يشتغل كل يوم اما ست شهور يشتغل وست شهور يعطل ليش لازم يصير تعديل يعني على القوانين وعلى الدستور حتى البرلمان يشتغل كل يوم زي ما تشتغل الحكومه كل يوم ما علينا موضوع كبير خلينا بالاصغر منه تشاركيه بس دخل لي غرفه التجاره غرفه الصناعه نقابات ممثلين القطاعات هاي خليهم يتخذوا القرار معكم وقتها هذول بصيروا مسؤولين عن القرار ووقتها الكل بده يتحمل النتيجة ووقتها الكل بده يدافع عن القرار لكن انت تروح بغرفة ادارة ازمة مع الاحترام مع الم... ما بحكي عن شخوص لكن الفكرة والمبدأ بطل مقنع للناس في البداية اه انه بدل حكومة صرنا نعرف انه في ادارة ازمات وكذا خلاص هذا المصطلح بطل يعبي العين يعني وبالتالي انه يعني يتخذ القرار ويطلع عنا مع الاحترام امجد العضايل و... وكم من المسؤول يحكي لنا عن القرارات الجديدة لا مش مقنعة للناس أبدا أما لما تطلع كل النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية والصناعية و... آه وكلهم يطلعوا بالقرار وقتها نحكي هذا قرار مجتمعي ومش صعب ومش مطلوب إصلاح سياسي يعني اللي بخافوا منه يعني لا خلينا بس على التشاركية هاي وبتنتهي القصة يعني أنا بدي أحكي لكم هيك نماذج عن الأخطاء الكارثية وإيش الحل عشان برضو ما نكون بس انه انتقاد الان احنا عندنا قطاع صحي مترهل من قبل الكورونا ما كل هوا اصلا فيش اسره اصلا الناس بتموت لانه ما في اسره رحت خليت نفس المستشفيات هاي تصير مستشفيات كورونا طب وباقي الامراض لغيتها صاروا الناس يموتوا حي الله ما يلا وتقولوا لهم انه ايش ماتوا كورونا وتحملوا النتيجه لمين للكورونا وبالتالي بدنا نعمل هذا جزء عشان الكورونا الحل اللي العالم اتبعه قبل ما نحكي عن النموذج الاردني النموذج العالمي الراقي كان انه انا المستشفيات بتضلها شغاله زي ما هي، بعمل مستشفيات خاصه للكورونا وبتضلها تعالج الكورونا باماكن خاصه وبعيده وكذا، وبس تخلص اذا في بنيه تحتيه كسبتها بخليها للامراض الثانيه لانه انا بحاجه اني اتطور واتوسع، وأ. اما اخلي نفس المستشفى البشير ومستشفى حمزه اسكره ومستشفى الكرك بدي اسكره أخليهم كلهم كورونا، طب والناس لا والحياه يعني فيها غير كورونا؟ هي وحده. اه اثنين يعني اه شوفوا هيك قرارات بسيطة قلنا عن موضوع يوم الخميس شو اللي راح يصير فيه قصة كبيرة راح تصير قلنا عن يعني موضوع المدارس والمطاعم وهذا القطاعات كلها المرتبطة ببعض والإشاعة اللي نفاها الأعضاء وتأكدت طيب الآن في عنا إشي اسمه الحجر الجزئي ببعض المناطق طيب بيسمحوا لهم بكل ثلاث ايام يطلعوا كانه ثلاث ولا ست ساعات يطلعوا يتبضعوا، بيروحوا على الصيدليات والمواد الغذائيه فقط يعني محصوره باقي القطاعات مش مسموح يعني المطاعم مسكره قطاعات اخرى بسيطه حتى المكتبات المواد البناء محل اضاءه محل كاء مسكر طيب هذول لو فتحوا شو بتخسروا يعني واحد انحرقت عنده اللمبه بده يروح يغير لمبه شو بتخسر واحد ناقصه براغي بده يعمل ورشه وهو قاعد قاعد في الدار يجيب يقول له ورشه من محل مواد البناء بواحد له اطفال قاعدين نقص عليهم دفتر نقص عليهم برايه محاير تسكرتوا المكتبه واحد طب ليه يعني ليش ما تفتحوا كل شيء اصلا ما في عليها طوابير هذه المحلات وخليها تسترزق خلي الناس تسترزق ما راح تحل كل المشكله بس بتخفف من اثارها والمواطن لما يشوفك انت كحكومه مهتم بقطاعات صغيره مش راح تستعيد الثقه كلها بس على الاقل اثق انه انت ما دام فكرت فيي انا عندي مكتبه فكرت فيها حكومه وفتحتني هالست ساعات كل ثلاث ايام على الاقل بشعر انه انا مهم يعني بس مش اني مهمش ولا حدا سائل فيه ولا حدا داري عني وين رايح شغله موضوع اخر الان اللي بتم حجرهم في البحر الميت هاي معلومه طازه يعني اليوم انه انت وديتني على البحر الميت وقلت لي بدي احجرك واعزلك وكذا كذا تمام اولا ما بصير ولا شيء في البحر الميت هو عباره زي يعني بدل ما ودوه على بحكوا لها العزل في البحر الميت بركسات ولا بعرف شو مكان العزل اللي في البحر الميت يعني لو قلت لي انا بوديك على سجن جويده نفسه نفس الفكره أو بقول لي بودينا على قفقفه اه على سواقه نفس الشيء هو بس سجن ما ما في شيء ما في لا رعايه طبيه لا فحص لا فحوص هذا الحكي مش مني هو من الناس المحجورين بقول ولا حدا بشوفنا بس بيعطونا اكل وشرب زي كني بالسجن بس بروح بطلع باكل بشرب وزياده عن السجن يمكن في نت وفي موبايل وفي كونديشن يعني بس ليش؟ طيب مع هيك بتروح طيب بدي اروح خلصت ال 14 يوم الحمد لله اموري تمام بدي اروح يلا روح لحالك دبر حالك كيف بدي كيف اروح؟ والله بدك تروح باي في تاكسي بدك تدفع 30 إلى 40 ليره بوصلوك وين ما بدك طب من وين اجيب من وين اجيب 30 وانا مجبور هسا طب ليش ما يكون في توصيل على الاقل توصلوني على محافظتي يعني مش على باب بيتي بس على محافظتي وبعدين انا بروح مواصلات ماشي بخلي اهلي حدا من معارفي اصدقائي يوصلني على الدار بس تتركني بالبحر الميت وتخليني ادفع 30 40 ويمكن 50 اذا محافظه بعيده وعلى حسابي واذا وما بيطلع بالسياره غير اثنين يعني اذا كان اربعه أو أكثر بدهم ياخذوا سيارتين يعني طب انا بشعر انه فعلا انه انت اذا بس بدك تكسب مني وبس انت يعني حالبني حلب حتى بالكورونا بدك تحلب ما علينا بدنا نكتفي بقول لك ليش في ثقه ولا على كل نذهب الى وقفه قصيره ثم نفصل في مجموعه من الملفات وخاصه هذا الملف الرئيسي فتفضلوا بالبقاء معنا